أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. اجتماعان لحكومة حرب نتنياهو بعد ظهر اليوم. تهويلات إسرائيلية بنقل ألوية حربية من منطقة غزة إلى الحدود مع لبنان. المقاومة ترد على الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني بقصف زرعيت. طاحونة الموت الإسرائيلية في غزة مستمرة. لو كورنو وزير الدفاع الفرنسي يغادر في ختام اليوم الثاني لجولته في لبنان حيث زار اليونيفيل أمس واليرزي اليوم. سلسلة لقاءات للبطريرك الراعي ومكارم نبكركي ليكن انتخاب رئيس الجمهورية صناعة 100% لبنانية. روسيا تمطر كييف بالصواريخ. معنا مباشرة الجنرال إلياس فرحات الخبير الاستراتيجي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. جنرال خليني بلش من منطقتنا الجنوب اللي زاروا وزير رئيس الجيوش الفرنسية. برأيك هذه الزيارة توقيتها ومغازيها والقلق اللي حامله لكم شو بتدل؟ يعني هذه الزيارة كان مقرر انه يقوم فيها رئيس الفرنسي ماكرون وكانت لعيد الميلاد. نعم. لكن لأسباب قررت إلغاء الزيارة واستعاض عن زيارة لبنان بزيارة قاعدة عسكرية فرنسية في الأردن. لكن كما نعلم أن فرنسا هي مشارك أساسي في قوة دولية لحفظ السلام في الجنوب. 700 جندي فرنسي. نعم. باليونيفيل. نعم باليونيفيل وهي وإيطاليا وإسبانيا يعني أن أكثر ثلاث دول. ولذلك يعني تقضي الأمور والتعليمات أنه يجي وزير الجيوش بين العيدين أنه يجي يزوره. وهذه الزيارة كانت زيارة تفقدية للقوات الفرنسية يعني حملت معنى سياسي لكن ضئيل ليس كمعنى لزيارة رئيس جمهورية. أنه يعني طبعا هو اليوم يعني رجع زار اليرزي التقى بفردونين وبدار كيفة بقائد الجيش ولكن اليوم خصوا بزيارة لوزارة الدفاع طبعاً والمستشفى العسكري. طبعا بده يزور الوزارة. هذا بروتوكول يعني ما بيطلعوا منه شو تسويه وهن اللي عملوا البروتوكول بالعالم يعني. إنما بالمغزى السياسي صحيح أنه الوضع بالجنوب شبه منفجر يعني ومنفجر لحد معين. لكن رغم هالانفجار هيدا شفنا وزير الدفاع إجا فقد الوحدة الفرنسية. وطبعا ما بيخفى عليه ولا على الأوروبيين جميعا أنه القوات الدولية موضوعة بين نارين حاليا، نار المقاومة في الجنوب ونار القوات الإسرائيلية في شمال فلسطين. يعني أن تتم هذه الزيارة أنا بقدر يعني إنجاز. هل تلامس حدود لأنه دايما حدود ال 17-01 مثل كرة نار اللي بيتلمسها بيبقى كتير يعني فيها خطورة كبيرة وكمان بذات الوقت فيها أنه تعمل صمام أمان. 17-01 أين يقع الآن من هذه التطورات؟ 17-01 اللي أقر بآب 11 آب 2006 تنفذ قسم منه قسم ما تنفذ يعني القسم اللي ما تنفذ منه هو انسحاب إسرائيل من غجر ومن النقاط المتحفظ عليها. هون بين قوسين بيحكي عن اللي بيقولوا بترسيم الحدود. الحدود مرسمة من سنة 23 ومكرسة بخط الهدنة. نعم. مش بحاجة إلى ترسيم طالما الحدود الدولية وكل الدول معها خبرها. المفروض إسرائيل تنسحب جنوب هالحدود. حتى الآن هناك مماطلة من إسرائيل وأيضا مماطلة من المجتمع الدولي. طيب عسكريا ليه إسرائيل هالكم متر هودي بالنقاط انه يعني شو المعنى تبعولها انه مثلا بتقلك 18 متر من هون 30 متر غير البيوان راح تكون لوحدها. نعم. تركيا بس هذوك 12 ليش ما بدهم يمنحوا لبنان نصر بدهم يتركوا اشياء معلقه على طول. الاسرائيلي بيترك امور معلقه بيترك امور معلقه بشكل دائم يعني. هلا طبعا موضوع مزارع شبعه اللي لبنان يعني هن حاطينه باثنين أربعة اثنين واعتبرينه أراضي سورية محتلة لأنها بتصير أراضي لبنانية. وفي هناك شوية تشابك في لبنان مصر على حقه وهن مصرين على المماطلة فيها باتجاه أنها أراضي سورية محتلة وتخضع القرار 242. إنما يعني بشكل عام لم تنسحب من الغجر والأكثر من ذلك سيجت القسم الشمالي من غجر يعني فاتت على الميري. نعلم أنه هي سموها خراج الميري. بس هي أساساً قرية الغجر قرية سورية محتلة. وما بين
78 وال2000 بهالفترة هيدي عمر القصب الشمالي بينها اللي عندنا الميري بلبنان. هلا نحن لاسباب انسانيه لما ترسم الخط الازرق خرق الغجر، كان فينا نقول هذا الخط ازرق هون ونقول لهم لا السكان روحوا فلوا، لكن في اسباب انسانيه عند كل اللبنانيين من كل القوى السياسيه نحن عم نعمل تحرير لنريح الناس مش حتى نخلق ازمه. لكن مع ذلك هذا ما بين مع الاسرائيلي، الاسرائيلي سيجة من جديد. كمان في موضوع طلعات الطيران، اذا ما نحسب طلعات الطيران الاسرائيلي وخرق الاجواء اللبنانيه لا تحصى ولا تعد بالعشرات الالاف. طيب اذا جينا على البي 1 اللي هي منطقه قريبه من الناقوره وهيك، شو المشكله فيها؟ البي 1 محطوطه كنقطه اساس بال 1923 باتفاق بولينيوكوم، ومحطوطه باتفاقيه الهند. هلا بسبب من الاسباب سنه 2000 زاحوها باتجاه الشمال نحو بحدود 20 متر تقريبا. بيقولوا انه هذه 20 متر بالبحر بالبحر عملت 2 كيلومتر ونص بالبحر وعملت ازمه، يعني حتى معظم المفاوضات حول ترسيم المنطقه الاقتصاديه الخاصه، طبعا المنطقه الاقتصاديه الخاصه بتبلش من بعد ال 20 مايل 20 كيلومتر بحري بتبلش حدودها، لذلك عملت 2 كيلومتر ونص مربع واخذت معظم المفاوضات حولها يعني. لذلك حيدوا المشكل وقتها واوكستين. هلا كان فيهم اذا بدهم حريصين على 1701 كان فيهم ينسحبوا من كل النقاط المتحفظ عليها، وكان فيهم ينسحبوا من الغجر، وكان فيهم يحطوا البي 1 مطرح ما هي كانت بسنه 23 وال 49، لكن في نوايا تأزيم ونوايا يعني نزاعات يعني ربط نزاعات من العدو الاسرائيلي للبنان. طيب اذا افترض توقعات انه يرجع هوكستاين ب 15 شهر الى لبنان، هل الجو ملائم؟ يعني بدل واحد نقزان بالجنوب شو بده يصير من هلا ل 15 شهر اذا كانت مضبوطه الزياره، هل الجو بلائم انه يرجع يعمل يدخل بمفاوضات ولبنان يدخل فيها للمفاوضات؟ لك حتى نفهم هوكشتين وزياراته خلينا نعرف شو وظيفته. هو سبيشال بريزيدنشال ريبريزنتاتيف فور سكيورتي اوف جلوبال انرجي، يعني رئيس. ممثل رئاسي خاص لامن الطاقه العالمي. يعني تيتر كبير، يعني تيتر كبير طبعا، هذا المسؤول عن الطاقه ببحر الصين وببحر الشمال وبالبحر المتوسط، ما بيجي لهون الا اذا في له علاقه بالطاقه. لذلك الهاجس تبع هوكشتين الاساسي هو تامين الطاقه. وشو معنى تامين الطاقه؟ في عندنا اليوم هلا نزاع مسلح بين حركه حماس والمقاومه واسرائيل قد يطال منصات الغاز على الساحل الفلسطيني المنطقة. وهذا بشكل قلق كبير لهوكشتين كونه انه هو مسؤول عن الطاقه. بعدين في حقول مثل تمار وليفياتان، يعني هؤلاء الحقول عامله عقود مع اوروبا وبيبعتوا الغاز بالانابيب على منطقه ادكو ومنطقه دمياط بمصر بتسيلوا وبتيجي بواخر بتاخذوا اوروبا. ومن هون من هالبلاتو وقتها معلش من شي 3 اشهر قلت لنا انه موضوع الغاز بلبنان منه هين، يعني طبعا صعب ما راح يستخرج طبعا مش بهالسهوله لانه وراء وحواليه مجموعه مشاكل سياسيه كبيره. كمل بفكرة. لذلك انه اليوم هوكشتين بعتقد اذا اجى على لبنان الهجسه هو امن الطاقه ومنقيين وعارفين كيف منقيين. مش يعني انا مع احترامي للاعلاميين او السياسيين بيقولوا جاي ترسيم حدود، ما في ترسيم حدود بريه لانه ما رسمي خالصه اصلا، بده تحديد اللي كان بده ترسيم حدود ومنطقه اقتصاديه خالصه لانه بتخضع لاخذ ورد منطقه اقتصاديه خالصه، هذا انعمل والمضى يعني. انما ترسيم حدود بريه ما في، يعني في تطبيق الحدود المعروفه دوليا يعني. يعني راح يكون له مهمه يمكن اوسع شوي او ادق شوي من موضوع التحديد، يعني هو اراحه الاجواء وتامين اجواء لما بعد حرب غزه. هلا هذه كلمه ما بعد حرب غزه كلمه عم تستعمل كثير، ما حدا عارف شو في بعد حرب غزه ومتى ستنتهي حرب غزه، شو الاهداف واليوم التالي، ما حدا عارف شو اليوم الاخير لنعرف اليوم التالي. خبرنا نشوف اليوم الاخير، قال لك شو اليوم التالي، اليوم الاخير ما حدا عارفه شو هو يعني. كان يستعمل هذا موضوع اليوم التالي
من كحرب نفسيه انه احنا بدنا نخلص نخلص من حركه حماس نخلص من حركه حماس ونشوف ما بده يجي محلها قوات عربيه قوات دوليه قوات متعدد الجنسيات الى اخره. هيك كان عم يستعمل. بس لما اليوم شفنا انه تصريحات القاده العسكريين الاسرائيليين انه حتى لو بداوا المرحله الثالثه سموها وسحاب بعض القوات من داخل بدهم 6 اشهر على اقل تقدير حتى يقدروا يقضوا على حماس كما هن مخططين. لذلك هذه قصة اليوم التالي ما بقت موجودة. رح نحكي عن غزة من بعد ما نخلص من جنوب لبنان. برؤيتك هل هالقد الوضع متفجر أو خطر أم أنه نحن كفة المسؤولية والدقة تطغى على يعني ترجع على كفة التهور والانفجار؟ لك بصراحة الوضع منه مريح لسبب أنه اليوم الأمريكي والإسرائيلي ما بدهم تسوية، ما حطوا طروحات تسوية لحد هلأ، عندهم هدف استراتيجي هو القضاء على حماس. خلينا نحكي عن جنوب لبنان لنرجع. القضاء على حماس هيك ومن ثم قضاء على حزب الله. يعني تصريح القادة العسكريين الإسرائيليين ونتنياهو وغيره، يعني كانوا يقولوا لك بدنا نرجع لبنان للعصر الحجري، هلأ يقول لك ما نعمل بيروت مثل غزة. يعني ضربوا مثلا يعني هل اللي بيقولوه بده يعني لا انه ما في عنده النوايا مثل بالحرب بتموز كان في اخذوا عطى للوصول لتسويه. هلا ما في تسويه لا على جبهه اللبنانيه ولا على جبهه غزه لحد هلا، يعني شرف المعركه مش موجود. نعم يعني. لكن هذا ما بيلغي انه المرحله دقيقه كثير والجبهه اللبنانيه دقيقه، وايضا انه ما في مكان للتهور، ما في مكان للتهور انخراط الاقليم. لا ما في مش بهالسهوله. يعني اليوم نحن في عنا المقاومة عاملة نزاع مع إسرائيل لأسباب عديدة. يعني أول شيء دعم للمقاومة بغزة، ثاني شيء إفهام إسرائيل أنه نحن مقاومة جاهزة عند أي اعتداء، وثالث شيء يعني طبعا شغلت إسرائيل بحدود 100,000 جندي حشدوهم بالشمال، وكما أنه القوات الجوية نصف القوات الجوية جهوزيتها باتجاه الشمال ونصف القبة الحديدية جهوزيتها باتجاه الشمال، كما انه صار معروف انه بين 70,000 و100,000 نازح عاملين عبء على اسرائيل. هذه دوله اسرائيل دوله رفاه، معظم اللي اجوا عليها مش لاسباب دينيه بس، اجوا اسباب للرفاهيه. طبعا عاملين منتجعات كيبوتسات بعدين لما عدى دخل الفرد اكثر من $1,000 $1,200 عندهم 7% بطاله بس هلا صار في كثير. يعني دوله رفاه مش دوله فقر وفيها بطاله وانبلويمنت. لا لذلك هذا معودين يكون في نازحين ومخيمات بإيلات. طيب هل في فخ اسرائيلي عم ينعمل انه هلا بلشوا ينقلوا الويه من غزه لهون؟ هل كان الهدف بالاساس اثنين غزه وجنوب لبنان؟ مش الالويه اللي بدهم يصرحوها او صرحوها من غزه، بدها تروح على سوق العمل مش على الشمال. بدها تروح على سوق العمل بس تهويل هيدا. سوق العمل، لانه اول شيء لقال لك سجلها شغله انه ضربه طوفان الاقصى ب 7 اكتوبر ضربه كبيره كثير ومدويه، ومن اسرائيل ولا الولايات المتحده الامريكيه حاطين لا عندهم خطط جاهزه للرد عليها. طبعا هذه دول كبيره، امريكا بتعمل خطط عند طوارئ لاي حادث بيصير الا الحادث ما انا حاسب حسابه. والامر نفسه بينطبق على اسرائيل كمان، ما انا عامله خطه طوارئ اذا صار في شيء. لذلك شفنا رد الفعل الاسرائيلي كان الطيران قصف طيران انتقامي وتدمير منازل وتدمير غزة والبيوت والعالم والمستشفيات والمعابد وكل المبنى التحتية كلها، كان عملية تدمير ممنهج ومحمي بالمجتمع الدولي ما يسمى المجتمع الدولي، وقتل نساء أطفال إلى آخره، خدج 22,000 شهيد وبيناتهم 10,000 طفل يعني. ولا سألانين يعني، كان المهم أنه عم بيشوفوا لبنان وبيشوفوا اليمن وبيشوفوا سوريا وبيشوفوا العراق وبيشوفوا، بس ما قدروا يشوفوا مجتمعهم. مجتمعهم هلا ما في شك انه يعني بمناحي مش شو الحديث عنها هلا، انه ادت لرده فعل معادي لاسرائيل داخل المجتمعات الغربيه. لكن اللي بدي ارجع للموضوع حتى انه ما كان في عندهم مخطط مزبوط. العمليه البريه بلشت ب 27 اكتوبر، يعني بعد 20 يوم من العمليه لحتى جهزوا استدعوا لما استدعوا على الاحتياط بدكش تنظمهم بوحدات وهودي كانوا يشتغلوا باشغال وبدك تنظمهم كل فصيله وسريه وبين هذا وبين هذا. المهم اخذت 20 يوم مبدئيا، يعني كان يعني تاريخ معقول كثير.
وبدأت العملية البرية. أيضا العملية البرية ما فيها تخطيط لأنه دخلوا على المناطق الرخوة بغزة، المناطق اللي ما فيها سكان، ما فيها مباني، ما فيها شيء زراعي، سواء كان من الشط أو من كان بوادي غزة أو أو من كل المحلات. هلا صاروا يزيعوا عن انتصارات، من ضمنها انتصارات الشمال. يعني حتى هن بيستعملوا التفشيخ والبروبوغاندا. اليوم اليوم انتصار الشمال، كيف بده يكون انتصار الشمال؟ بيت حانون هي أقصى الشمال، وأول من أمس في واحد مجموعة فلسطينية عملت هاكينج، يعني قرصنة كمبيوتر لطائرة من دون طيار مسيرة إسرائيلية، نزلتها مثل ما هي وركبها رجع. طيب إذا هذه أنت معتبرة محتلة. أيضا بيت لاهية بالشمال طلع منها صواريخ باتجاه عمق إسرائيل تل أبيب والقدس. يعني بعد لحد هلا المناطق السكنيه مسيطرين على اللعبه، المناطق السكنيه، وبعدين مطرح ما عم يدخلوا بيحتلوا محل بس ما عم بيأمنوه، ما بيتأمن المحل. يعني احتلينا مثلا منطقه شوي، ثاني يوم بيطلع عليهم هجمات وعم نشوفها على التلفزيون، مش عم يرتاحوا يعني. هلا هجمات عم بدمروا لهم دبابات، اعداد كبيره من الدبابات، وعم بيرحلوا قتله وبيرجعوا بينسحبوا، بيرجعوا بيروحوا بيحتلوا محل ثاني كمان ما بيأمنوه. لذلك بعد تجربة 3 أشهر أو 2.5 شهر من العملية البرية كان في قرار إسرائيلي أنه شو قادرين عم نعمل، قادرين عم نقدم نفسنا للحماس يطلع واحد من طاقة من تحت الأرض أو يطلع من بين الركام يضرب ويقتلنا عسكري ويقتلوا عسكريتنا. يعني أفق الميداني شو لألك؟ يعني ما ليش المشاهد بيقول هاو بيقولوا رحنا فتنا وعملنا وهدوك بيقولوا تصدينا وكذا، الأفق الميداني يعني وين؟ أفق الميداني بعد حماس هي موجودة تحت الأرض، بعد قتاليا جاهزة وقادرة أن تصمد أشهر ويمكن سنة كمان، في بعض الإسرائيليين بيقولوا فيها تصمد في عام مع سلاح لثلاث سنين باعترافهم. بعد عم يحكي عن مصادر إسرائيلية مش مصادر حماس، ما عم يحكوا هيك يعني لا أرقام ولا شيء. لكن اما المشكله الكبيره هي المشكله الانسانيه، مشكله الشعب الفلسطيني بغزه اللي صار 83% منه نازح ومهجر وقتلى وجرحى ومعوقين 50 مش بس هيك، وحصار اقتصادي وفي مجاعه وفي في تفشي امراض وفي يعني. طب بيقدر المجتمع الدولي ده ساكت اكثر من 3 اشهر على هالموضوع؟ يعني هلا اخر قرار مجلس الامن اللي كان ملتبس شوي ناطرين لتنفيذه، على الاقل انه تدخل شاحنات التموين لانه من معبر كانوا ابو سالم او من معبر رفح تفوت هالشاحنات هيدي وتخفف هذا، تخفف قدر الامكان عن معاناه الشعب الفلسطيني. يعني بس اول مره بتاريخ الكره هيروشيما وكان في كان في رد فعل دوليه، يعني مش كيف هلا. مع الاسف مع الاسف المعركه الامريكا والغرب بيعتبروها معركتهم. طيب لما بيجي يا استاذ جلال رئيس الامريكي ورئيس الوزراء البريطاني والطلياني والالماني لما بيجوا كلهم عنه، معناتها هذه معركتهم، معركتهم هن حطوا اسرائيل بالمنطقه هون لهدف مش مستعدين يتخلوا عنها. لذلك المجتمع الدولي عم تشوف بالديمقراطيات العالم، يعني اول مره كمان امين عام غوتيريش بيمشي ببين حكي كلمه جوهريه، ولا انه لا شيء ياتي من فراغ، انه هالمعارك 7 اكتوبر 18 سنه محاصرين ما اجى من فراغ، هذا 75 سنه ويا كلمه اللي قالها يعني دغري طلبوا الاعتذار وطلبوا اقالته، يعني كمان هن معصبين بالمره ما بيتحملوا كلمه حق يعني. طيب جنرال الهدف، هل في اهداف اسرائيليه الان يعني من خلال المعركة بأنه يقسموا الفلسطينيين أكثر؟ أما الفلسطينيين على رغم يعني في تباعد بيناتهم بعضهم بعد الوحدة موجودة، أواصر الوحدة موجودة بيناتهم، ما فيش أواصر وحدة مثل ما نحن مفكرين يعني، وتحديدا سؤالك بين منظمة التحرير وبين حماس، ما حد هلأ ما في اجتماعات يعني، حتى حماس اللي بالخارج يعني الأستاذ إسماعيل هنية صالح العروري والجماعات هؤلاء ما شفناهم التقوا مع حدا من فتح يعني ولا مع حدا من السلطة الفلسطينية. طب هاي مش نقطة ضعف؟ طبعا هذه نقطة بتأثر بالموقف الفلسطيني، هلا بتفتش لي على الوجدان الفلسطيني وخاطر الشعب الفلسطيني كله مع المقاومة ايه طبعاً. بس انه في الاخر الشيء في مكتسبات بالضفة الغربية، جهاز أمن الوطني، في ممثلين بالأمم المتحدة لفلسطين لا عم بحكي بداخل الضفة، يعني الضفة في 60-70 ألف مسلح بالقوات الأمن الوطني تابعين للسلطة الفلسطينية، هؤلاء إذا تغير موقفهم انقلبت الطاولة على كل العالم. بعدين في الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لوزارة التحرير والسلطة الفلسطينية كمان إذا
يعني فاتوا ب ما عليهم يتوسعوا يبلشوا خلينا نحكي طبعا احنا مش عم نقول شو يعملوا بس عم نحكي بشكل واقع يعني هن كلهم مفكرين انه حماس رح تنهار كله عم يحسب حسابات وهيك اصلا من العرب واصلا من الغرب انه رح تنهار هلا ثلاث اشهر وبعدها واقف يمكن بعد ثلاث اشهر نضل هيك لذلك يعني بعد ثلاث اشهر وست اشهر بصير المعسكر الثاني ينهار مش انه الاجيال بتصير كلها نفسيا مع ايه لا لانه بعدين بالاخر انه مثلا بيقول لك ليش انا عم بعمل امن لاسرائيل واسرائيل عم تقتل الناس هلا بيقول لك انه يلا قضوا على حماس والله يرحم اللي مات لا بس بعد شوي ما راح يقضوا على حماس وما فيك تقول الله يرحم اللي مات يعني طيب ما معنى انسحاب جيرالد فورد من المنطقه بقى ايزنهاور او شيء في لها معاني من بعد 88 يوم القرار الانسحاب قرار انسحاب جيرالد فورد. يعني حامه الطائرات جيرالد فورد ومجموعه العمل التابعه لها كانوا موجودين بغرب البحر المتوسط في مناورة مع ليش اجوا؟ لا هني كانوا موجودين مش اجوا كانوا موجودين من شهر شهرين كانوا انا عم بحكي انه اعلان قرار انه هي موجودة واعلان قرار انه هي عم تنسحب لا كانوا موجودين هي جيرالد فورد مركزها بمرفأ فيرجينيا على الساحل الاطلسي المواجه الشرقي للولايات المتحدة اجت من شي ثلاثة اشهر على منطقة غرب المتوسط عبر جبل طارق وعملت تمارين ومناورات مع القيادة بالبحر المتوسط لا قيادة ألمانيا قيادة أوروبية طبعا بتعرف انه في قيادات بالوزارة الدفاع الأمريكية في قيادة قيادة منطقة أوروبا قيادة أوروبا قيادة الوسطى قيادة أفريقيا قيادة الباسيفيكي مهم هذه هلأ عملوا كانوا عم يشتغلوا مع قيادة اوروبا اوروبا يعني صارت حادثه 7 اكتوبر الحوض الشرقي للمتوسط الغربي غربي عفوا إيه؟ نحن الشرقي هنا إيه؟ الغربي اوروبا نعم صارت الحادثه 7 اكتوبر اجاها امر من وزاره الدفاع بتوجه نحو الساحل الشرقي للبحر المتوسط من الغربي على الشرقي وطلع على ضجه اعلاميه انه امريكا إيه؟ فورا على امريكا لو اخذت قرار وجيرالد فورد بفرجينيا بدها ثلاث اسابيع او شهر لتوصل يعني مش دغري بس سرعة وصولها دغري انه هاي بروباغندا وانه يعني هذا قصة ردع لايران ولحزب الله ولحماس ولكل العالم انه نحن موجودين هون لكن هالردع وهالصدمة اللي كانت مؤمل انها تحصل ما حصلت بتذكر حزب الله شو عمل وقتها الرد اللي عملوه وزعوا صور عن توربيدات عندهم اياها انه نحن حتى مستعدين نواجه الامريكان وهالشيء ما منع حزب الله يفتح الجبهة ولا منع حركة حماس تكفي حرب ضد ولا منع الحوثيين بالعكس زي كمان الحوثيين موضوع تاني هونيك بعاد شوي انما هذا هو هلا اليوم لما ما عاد في ردع لها حامل الطائرات ومجموعه العمل تبعها كان افضل قرار لوزاره الدفاع الامريكيه انها ترجعها على فيرجينيا. على فيرجينيا وتخفف مصروف كمان طبعا في تكاليف كثير البحار له تكاليف كثير كبير يعني عم تحكي حامل الطائرات ومجموعة يعني العمل تبع يعني. في بحدود 5000 عسكري ونفقات كبيرة يعني بذات الوقت أعلنت إيران بس طلع هذا الخبر أنه أدخلت مدمرة إلى باب المندب ثم باتجاه هلأ كمان بإيران مدمرات موجودين بالبحر العرب وسموه هني الخليج الفارسي لا خليج الفارسي غير بحر العرب نعم. بحر العرب بحر العرب اسمه وجزء من المحيط الهندي اللي قريب من جزيرة العرب قريب على اللي على حدود جزيرة العرب هلا بسموه بحر عمان في خليج رأس عمان يعني بدك تسمي ليك بحر العرب خليج عمان خليج عدن هن بس تبرم المحيط الهندي على رأس عمان تسمية وحدة كلياتهم لا غير الخليج نعم الخليج بتفوت من هرمز على البصرة موجودين ببحر العرب كانت دخلت المدمرة مش منشان جيرالد فورد دخلت لأنه في قطع بحرية أمريكية حاملة هليكوبتر طلعت ضربت ثلاث زوارق لأنصار الله وغرقتهم قامت هي قربت على باب المندب قرب جزيرة مشكل نحن نعمل مشكل جزيرة ميون ايه كمان نحن موجودين هون هل يعني هل الوضع التماس أو الالتحام بين إيران وأمريكا بمنطقة البحر الأحمر وارد طبعا نحن على حافة الهاوية شو أي صدام بين الولايات المتحدة وإيران بالبحر قد يستتبع صدام بالبر كمان
يعني ما في شك. هاي المفاوضات عم بتصير بعمان ومرة بالعراق، مرة بتخفق مرة بتمشي، لك مش شو بتعمل؟ هل بتخففها؟ مش كل ما نقول مفاوضات انه معناتها انه نجحت في شيء، لا، انه في اتصالات، انه اليوم عمان هي الوسيط الناجح، والى حد ما قطر مع وسيط. بصير في حادثة معينة، مثلا صارت لما اخذوا انصار الله جابوا شاحنة، جابوا سفينة وحطوا عنده، بعثوا الامريكان العمانيين قالوا لهم كذا هيك هيك، قالوا لهم لا، عرف كيف، عملت انه رسائل صندوق بريد، رسائل اكثر ما هو مفاوضات مشان يجد حلول او تسويات يعني. طب اذا قلنا موازين القوى العسكريه الميدانيه، طبعا الولايات المتحده اقوى بالعالم، نعم. يعني هل تكتيك او ذكاء المحور اللي بيسموه يعرف بالمقاومه عم يقدر يكون يعني سباق بخطوة للولايات المتحدة؟ لا لا، لك شغلة بالحسابات بالبازل الموجود بالمنطقة، مثل ما تفضلت، الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا أقوى بكثير وعندها قوة تدبيرية كبيرة، هذا أمر لا جدل فيه. لكن ضربت الأنصار الله، شو بده يصير بعدين؟ حولت الولايات المتحدة بضربة الأنصار الله باب المندب لمنطقة نزاع، منطقة نزاع، مش بس السفن اللي متوجهة على إسرائيل أو اللي بيقول لك إسرائيليين، اقتصاد، سكرت كل باب المندب، معناتها أكلتها قناة السويس وأكلتها مصر يعني، والتجارة العالمية. والتجارة العالمية يعني حد بين 15-20% ماكسيموم، يعني مش الأول عم بيحطوا أرقام كبيرة، لا مش مزبوط، 15-20%، لأنه التجارة العالمية مش كلها هون يعني، مش كلها. هل هذا بيعطي زريعة أو حجة لإسرائيليين من بعد ما كل هالتطورات يفتحوا قناة بن غوريون يحفروها يعني؟ ما عشان معنى، لما طالما التسكير عم بيصير من باب المندب فتحها ولا مطرح ما بده، ما فتحها، ما مسكر على الكل يعني، ما إيش معنى هذا التهديد؟ بعتقد تهديد هيك هوائي، هذا ما له معنى. قطر شو دورة بكل شيء؟ منلاقي قطر ومصر يعني، بس قطر أكثر تعمل مفاوضة مع أمريكا، بيفتحوا هدنة، هل راح تنجح بفتح هدنة على مدة شهر؟ طبعا نجحت بالهدنات الماضية قطر، وقطر كوسيط صالح للوساطة، عنده علاقات قوية مع حركة حماس، وعنده علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وفي اتصالات مع إسرائيل، وفي علاقات مع إيران، لذلك الدولة اللي قدرت عملت هالعلاقات، وقدرت عملت مونديال، وقدرت عملت كل هالشيء، هذا هي الدولة الوحيدة اللي فيها تكون يعني. غريب انه بتنسج كل هالعلاقات، بتساعد حماس، وبذات الوقت اسرائيل عندك يعني هذا تركيبة الدولة بهالشكل هيدا قدرت اخذ الدور، يعني لو ما اخذت السياسة هيدي ما اخذ الدور. اليوم انا اذا بدك تيجي تحكي مثلا مع دولة تانية غيرها، طب بقول لك ما بعرفش حماس ولا بيعرفوني، لا انا بيعرفوا كل حماس، قسم من قيادة حماس مقيم عندهم وعندهم علاقات قديمة مع حماس مش من اليوم. طب لا جربت تركيا، حاولت تركيا وكانت على شوي رح تكون وسيط، ما قدرت قطر أكثر. لا تركيا ما عندها، تركيا منا شفافة بسياستها يعني، مع أنه كل النفط اللي بيجي على كله عم يجي من أذربيجان على تركيا، كل الخضار والفواكه، كل الخضار والتموين كله، وبيطلع بصير يعمل بالساحات يقول أنه إسرائيل وما إسرائيل. بدنا ناخد فاصل إعلاني، نرجع ندخل على كيف إذا لبنان بيقدر يغتنم هذه اللحظة ويشوف حاله، شو ينتخب رئيس، يعمل يعني أي شيء، تنتظم عمل المؤسسات، ولكن بعد الفاصل الإعلاني الجديد. مشاهدينا الكرام عودوا معنا بعد هذا الفاصل. جديد، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. جنرال ياسر فرحات، مرحب فيك مره ثانيه. في من وقت لوقت بصير في غارات، يا من فوق الجولان يا مرات من فوق لبنان على سوريا، و يعني عم بنصاب مقاومون، عم بنصاب ايرانيون، يعني في شيء من هالنوع. ايران ما عم بتوسع دائره الرد، ولكن عم تعلن مرات انه في عملاء بإيران عم ينعدموا إسرائيليين يعني. وهذا برأيك بعد مقبولة هذه الرد والضرب يعني؟ بس هون للتوضيح، من 2018 دخلت طائرات إسرائيلية المجال الجوي السوري وأطلقت عليها صواريخ دفاع جوي، فسقطت الطيارة بالجولان. نعم. بعد 2018 ولا طائرة إسرائيلية خرقت المجال الجوي السوري،
عم توقف يصير القصف من من بعد من بعد من فوق الجولان او من فوق طبريه او من فوق لبنان او من فوق ما عم بتفوت لجوا على سوريا ما عم يخرقوا الاجواء السوريه. ونفس الشيء حصل مع القوات الامريكيه والبريطانيه لما عملوا قصف بفتره من فترات على سوريا. هذه ناحيه الحرب اللي عم بتصير هي صواريخ دفاع جوي سوري ضد الصواريخ الاسرائيليه. نعم هون هذه حرب دقيقه كثير وبدها امكانات كبيره. ممكن عندهم السوريين صواريخ بس ما عندهم العدد الكبير ليلحقوا على على الوابل من القصف. صح هلا هذه نقطه عسكريه. النقطه الثانيه انه موضوع الاصابات يعني ما في شك انه حسب المعلن يعني بالوسائل الاعلام انه كل اهداف بتقول اسرائيل انه لحزب الله او لايران او لحرس الثوري او شيء. لكن في احيان كثير عم تكون اهداف للجيش السوري يعني عم يصاب الجيش السوري وعم يستشهد عسكر سوريين واضحين. هلا في عمليه الاغتيال اللي حصلت اخيرا لرضي الموسوي كمان هذه عمليه خسرت فيها ايران قائد كبير بالحرس الثوري ويعني وفي قرار ايراني بالرد. لكن الرد الايراني ما له رد دراماتيكي انه مش بين بون قصه دغري ضربه بترد دغري. ما بعرف كيف راح يردوا وين بده يردوا بس انه يعني موضوع الرد صار داخل بالاجنده تبعهم كيف بده يتركب ما بعرف. طيب في ناحيه يعني بيقولوا انه في عملاء مرات بيلعبوا دور. هل صحيح هالشيء ولا صحيح؟ طبعا طبعا لانه العملاء اكيد بيلعبوا دور. اليوم في عندك كان بسوريا او بلبنان عم بحكي عن الجنوب يعني استخبارات في نوعين. في استخبارات تقنيه اللي هي درونز وطائرات استطلاع وطائرات تصوير هذه بتلتقط الاقمار الاصطناعيه بتجيب معلومات. وفي استخبارات بشريه في عملاء بيقولوا والله هون شفنا شيء هون شفنا شيء بيطابوا هاي مع هاي بيطابوهم مع بعضهم. لما بيطابوهم مع بعضهم بيكون في شيء مهم يعني وهيك بيضربوا. هلا مش دائما هاي بتصير وين ما كان بالحروب من نعم نعم من 100 سنه لهلا. انتبه مش دائما بتكون صح يعني يعني مش دائما العنصر البشري مش ضروري يكون 100% ولا العنصر التقني. هلا انا بقول لك في محلات صابوا فيها اهداف مضبوط مثل ما هي وفي محلات كثير صابوا فيها اهداف ما لها علاقه. صابوا مدنيين مثلا مدنيين او اهداف مدنيه كمان. نعم بالنسبه للبنان الرئيس نبيه بري هلا عم بتحضر انه بده يعمل حركه معينه غير مباشره ليرجع يكون في يعني كيف بيكون مثلا كاتاليزور مش ضروري يكون هو ولكن تؤدي الى مشاورات والى ما هنالك لحتى ينتخبوا رئيس للجمهوريه. هل الجو ملائم وهل اللبنانيون على مستوى هالمسؤوليه انه يفكروا كيف بدهم يعملوا لتنتظم عمل المؤسسات بهذا؟ يعني ما عم تسالوا السؤال بشكل مثالي اللبنانيين مثالي نعم نعم مثالي نعم شكل القصه. نحن بصراحه يعني في خلاف مسيحي مسيحي واذا بدك ماروني ماروني. اذا حل هالخلاف بصير انتخابات بكره الصبح بس هو مشكل شو فيها تعطيني مشكل غيره. هلا بالزمانات كان في حدا يجمعهم لو كانوا متخانقين يطلعوا انه فيها اثنين وخلينا ننتخب. هلا مش موجود ماكسيموم اللي طلع معهم تقاطع. اي تقاطع شو كلمه تقاطع هي؟ هلا تعرف هم لي بالاول نبقى تفضلت شو كلمه تقاطع وبعدين شو هن عم ينتخبوا امين سر او عم ينتخبوا بتحسوا ناطور يعني عاملين التقاطع والفريقين مش مقتنعين فيه. لا هلا نحن مش عم ننتقد حدا بس اذا تقاطعتوا هون طب ما بكره بتتخانقوا يعني شو عم ينتخبوا ناطور؟ ما التقاطع ما نجحت يعني وشفنا انه ما كان في حماس لها وما اخذت هالعدد الكبير يعني كل التقاطع جاب 59 يعني. طيب بس وقت بتكون مشكله مثل ما قلت لنفترض نسلم انها مارونيه، طيب الطوائف الاخرى ما بتساعد انه حتى تحلحل هذه المشكله؟ بتساعد لانه في عندهم اصدقاء عند كل الطوائف يعني بقيه الطوائف يعني اليوم معلش الموضوع المسيحي زمانات الناب ندوه انه ما بقى في زعامات روم وزعامات كاثوليك كلهم راحوا بين عون والقوات ما اختلفنا يعني هذه ما اختلفنا هذه خلينا نكون واعيين يعني بالاول كان في سكيف كان في فرعون كان في عصام فارس كان في ميشيل ايه انه لو كان في كتائب واحرار قبل بس كان في جوزيف السكيف وقاسم الخليل كان يعتبر من المعسكر المعسكر المسيحي يعني. بس اليوم كله قوات ومعهم كتائب قوات وعونين طبعا كتائب هذا عم تحاول اليوم انت اذا بتفقوا اثنيناتهم على شخص البقيه مين يعني الشيعه الثنائي الشيعي بيمشي فيه والدرزي الموضوع هلا المشكله هي المكون السني هو اساسي بالبلد مش ضايع مش معروف يعني انا ما اقدر اقول مين بيمون عليهم يعني
طيب هلا اليوم يمكن مع احترامنا لكل الموجودين في النادي السياسي التقليدي والنادي السياسي الجديد والعسكر يعني يقال انه يعني منه طبعا اللي صار تمديد للقيادات قائد الجيش انه هذه نقطه بيضاء او نقطه بلس لقائد الجيش. لك ما هل بهالسهوله التمديد ما له علاقه بالانتخابات الرئاسيه ابدا؟ نعم. ما ربطها ببعضها لانه تمديد له ضروره للمحافظه على جهوزيه الجيش اللبناني وعلى وضعه وعلى يعني كان المفروض ينعمل التمديد بمجلس الوزراء بدون شوشره باجماع بدون ما والله انا مددتني كيفك وانا والله ما بدي مددني كيفك يعني هذا عيب. هلا هو القائد ما كان بده هيك يعني خاصة انه الجيش هو جيش الكل بجيشي. نعم. انا ولجيشك ولجيشك وعمود الفقري تبع كل الدوله المفروض كله نيجي يقولوا والله نحن بنشوف انه قائد الجيش ساعتها بيعمل تسريح وسنتين. مين خربط هالمفهوم هيدا برايك؟ النكايات. النكايات بنرجع لقصة مسيحي مسيحي او ماروني ماروني مع الاسف يعني. تقويمك لنتيجه جلسه التمديد هل كانت ايجابيه اكثر من طبعا لانه معروف نتيجتها ما تنعقد يعني معروف نتيجتها انه حزب الله راح يترك وراح ياخذ فوق النصاب يعني. جنرال حضرتك كنت يعني كنت ميداني وكنت بالتوجيه وكنت بكل يعني بكل هاي مفاصل المؤسسه العسكريه. برايك ما بيكون في للصلح مطرح بين وزير الدفاع وقائد الجيش عاده؟ والله ليك انا يعني انت بظروف كانت كثير صعبه كانت البلد عم تتوحد أساساً خلاف هذا ماني عارف ليش انعمل. انا بتذكر ما كنت بالجيش وكان عماد لحوت قائد جيش. نعم. كان كل نهار اربعه الساعه 11 يروح لعم محسن دلول وزير الدفاع يقعد عنده ربع ساعه نص ساعه ويحطه بالجو ويرجع كل اربعه. هلا عم بيصير هيك ما عم بيصير هيك ما بعرف. مش مفروض ابدا العلاقه بين الوزير والقائد تكون بهالشكل هيدا. ما هو اللي بيكملوا بعضهم السياسي والموازنه. وحضرتك بتعرفوا للعميد موريس سليم من وقتها قديش دامس وقائد الجيش قديش هو مغوار وصنديب يعني. ليش عم بيصير هيك ما بعرف يعني. ما هو قائد الوزير الدفاع هو بخدمه الجيش لتسهيل امور الجيش سواء كان بالموازنه سواء كان بالسياسه سواء كان بالاداره سواء كان يعني بتعرف انت انه اذا وزير الدفاع غاب راح قعد بالبيت ما اجاش على الشغل ما حدا بياكل بالجيش. مزبوط. لانه هو ممثل الحكومه هو يعني بالنسبه لا يعني عيب نحكي بهذا الشيء هيدي. ايه بس ما بيلتقى دائما حدا يعني في بلبنان هيدا على الطريقه اللبنانيه ما بيلتقى وسطاء يعني يعملوا ما انا استغربت انا انه ما لقيت انه حدا فات شفت هيك على التلفزيون اجى واحد لعند قائد الجيش راح لعند الوزير او اجى لعند الوزير واجى لعند قائد الجيش عم تقول له شو يعمل ان شاء الله بيعمل عمل ان بتوين بيناتهم يعني ما شفتها ان شاء الله ما بعرف ليه ما بتعرف يمكن بتعرف على كل حال شو رايك بالطعن اللي ممكن يتقدم بيومين؟ الطعن ما بيمشي الطعن لسبب انه في تمديد سابق بسنه 1995 تمديد ثلاث سنين للعماد لحود لحاله ومشي هذه سابق لحاله كان مش انه سابق. ثاني شيء هلا هذا القانون شمولي هلا في مدير عام قوى الامن والاجهزه الامنيه الامن العام كمان كمان هذا بيعطي شموليه اكثر. وبعدين في جلسه نيابيه وفي حضور نيابي وفي مستلزمات انه المشكله اللي بدهم يقولوا فيها انه نشر القانون ورئيس الجمهوريه. طب ما صار له عم ينشر الرئيس مئاتي سنه ونص عم ينشر قوانين هلا فاتوا على هذا. طيب بدنا نحكي عن الوضع الاقتصادي. يعني اي بلد غير لبنان اي شعب غير لبنان من 2019 لهلا هل كان بيقدر يصمد بهالشكل اللي صمد فيه ام انه كان في طريقه اخرى افضل كمان ان نواجه فيها الوضع كان قطاع عام او قطاع خاص؟ لبنان بيختلف عن غيره من دول العالم انه قسم كبير من سكانه بيشتغل برا وبيحول بس اموال للداخل. اكثر من نص بيشتغلوا برا وبيجيبوا اموال. وحتى ضمن لبنان في كثير ناس بيشتغلوا بمؤسسات بيساعدوا قرايبهم بالدولار كيف وفي هالشيء شو تحول انه اليوم بلبنان في الفي لا ما بدي اقول لك شو في هذا اليوم بلبنان في لبنانيين قسم بيشتغل بالان جي اوز وبمراكز اجنبيه وكذا وهيك وبياخذ بالدولار بيكفي وقسم بيشتغل مصالح مكنسيان كهربجي كذا بياخذ بالدولار وقسم اللي مثلي ومثلك موظفين بالليره الا هول المظلومين هو الثلث
وفي قسم مش بحاجة لا يشتغل معه مصاري كتير وعم يصرف. لذلك بتلاقي انه ليلة راس السنة وصل الكارت في بعض المحلات $1,600. ايه بس هودي 750 مطرح اذا بتاخذهم على 200 شخص او 150 الف شخص او 200 الف و3 ملايين الباقيين. 3 ملايين الباقيين يعني كل واحد سهران اخي مليون مليون الباقي. ايه ما اقول لك ترجع مين المشكله مين يا استاذ جلال. المشكله نحن الموظفين والمتعادين بالعسكر والمعلمين يعني انجا يوصل 150 دولار وانتم بعدين انتم يمكن شواذ بكل الدوله اللبنانيه تقبض ضرب ثلاثه وضرب اربعه الا تلفزيون لبنان ناسين يعني الوزير عم يشتغل قد ما فيه ومش عم نقدر لا المفروض كان من اول وزير يعني مش رجع موضوع خاص يعني بيبقى بقول لك هالفئه فئه الموظفين هي لا. هلا اليوم اذا اي واحد بيشتغل برا عم ياخذ 200 300 دولار 400 دولار بأي شركة حارس بياخذ له 400 500 يعني دولار. في عندك الثلث مقهورين بلبنان ثلث مقهورين مقهورين هن الموظفين والعسكريين والمعلمين وكل الإدارية. بآخر هالحلقة ماذا تؤثر الحرب بأوكرانيا على الوضع بغزة ولبنان؟ صارت السؤال بينسأل بالقلب شو بيأثر الوضع هون على أوكرانيا لأنه أوكرانيا يعني تقريبا بيّنت الوضوح فيها أنه في عجز أوكراني وعجز أمريكي خلاف أمريكي كبير اليوم في بل خربوا أوروبا يعني لا بمجلس النواب أقر بل ب 14 مليار دولار لأوكرانيا وصلت على مجلس الشيوخ وقفها وقال أنا قالوا مجلس الشيوخ إحنا ما نعمر فيها سور على طول المكسيك لا نحفظ أمننا مش بسك ولا ندفع ذخيرة ما ندفع ذخيرة يعني ما الشيوخ لما بوقف شغلة وقفت لذلك هذه مشكلة. الإدارة الأمريكية أوعزت للأوروبيين أنه يدفعوا من عندكم كمان الأمريكيين إجت بولندا عملت فيتو ضمن الاتحاد الأوروبي يعني في مشكلة كبيرة في ناس ما بقى بتكفي الحرب بيستفيد بوتين طبعا فيه. جنرال ياس فرحات نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان أهلا ومرحب فيك أهلا وسهلا فيك سلام سلام أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء في نشرة المساء.